الآن سوف أريكم إجبار السحب من داخل الموقع بقيمة 100 دولار. كما تشاهدون هنا إن نزلنا إلى الأسفل، سنقوم بتقريب كما تشاهدون 100 دولار عبر الباي بال. الآن ستوجه إلى الباي بال لكي نراها من داخل الباي بال. كما تشاهدون هي يعني السحب باسم الموقع وبكل شيء تمام. فتابع معي يا أخي هذا الشرح من الأول للآخر لكي تفهم الطريقة بالتفصيل وتقوم بالربح من خلال هذا الموقع. فهذا هو أول شرح لهذا الموقع. يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد على قناة ارست شانيل، واللي من خلاله غادي نرجع ان شاء الله لسلسلة الربح من الانترنت. سلسلة الربح من الانترنت اللي طالبوني بها بزاف المتابعين وبزاف الاصدقاء، واللي قررت ان شاء الله بانني غادي نبدا نرجع لها باش نوريكم بعض المواقع وبعض التطبيقات الصادقة. بيان سور كنتحرى الصدق وكنجرب الفيديو بنفسي او الناس اللي كنعرفهم سبق لهم ربحوا من هذه المواقع هذه او من هذه التطبيقات هذه. عاده كنجيب لكم الفيديو وعاده كنجيب لكم الموقع عاده كنجيب لكم التطبيق. دونك بقاو معايا، غادي نوريكم واحد الموقع جديد ما غتلقاوش الشرح ديالو في بلاصه اخرى، ربما انا من الاوائل اللي ما كنتش اول واحد كيهضر عليه. موقع بيرات كاش اللي غنشرح لكم دابا. اذا ندخلوا في الموضوع بلا ما نطولوا بزاف. الموقع هو هذا بيرات كاش، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف او في اول تعليق ممكن تدخلوا ليه. دونك الموقع كيتحل في البيسي وكيتحل كذلك في الهاتف ديالكم وسهل في الاستعمال. اول حاجه كندخلوا كنديروا كليك هير تو جوين باش ندخلوا. كيطلب منك تدخل الاسم ديالك اللي باش بغيتي تدخل. مثلا غندخل ارس شانيل. الايميل كيطلب منك الايميل، غادي ندير واحد الايميل مثلا هذا. وكيدير وكيطلب منك امود باس، كنديرو امود باس تو سامبلومون. كوم ثم كنديرو جو سو با ان روبو. علاش؟ باش يحارب سبامينغ وباش يحارب سميتو الهجمات الالكترونيه ديال لي روبوت. فكيتحقق من انك انسان خصك تكليك جو سو با ان روبو وكدير كرييت اكونت. ملي كدير كرييت اكونت في الموقع كيدخل، الموقع كيدخل كيعطيك 100 قطعه ذهبيه او الجولدن كوين وكيقول لك ستارت بلين. بيان سور غيطلعوا لك هاد الاشهارات الفوق، غير خصك تحيدهم تو سامبلومون لان الموقع كيربح عن طريق الاشهارات. وهكذا كتقدر تبدا في الموقع. قبل ما تبدا باش تكمل التسجيل ديالك كامل خصك تفيريفي الايميل ديالك. دير فيريفاي ايميل، كيطلب منك باش تدخل الايميل ديالك اللي هو هذا اللي داخل هنا، وكدير هاد الفوقانية هادي كليك هير تو فيريفاي. كتكليكي هنايا كيقول لك صيفط لك واحد الايميل ادريس. انا غنمشي ندخل الجيميل ديالي، غادي نرجع هنا وغادي ناكتواليزي لاباج وغادي نلقى هاد فيريفاي ايميل تحيدات. صحيح، تحيدات الفيريفاي ايميل. اذا بعد ما فيريفيت الايميل ديالي، يعني جاني الايميل ودرتو وفيريفيت الايميل ديالي، كندخل الموقع كنبدا الخدام. اول حاجه كاينه هي هادويل. هادويل هادي كتخليك انك كتدخل لهاد السبينر هذا، كتكليك عليه، كتنقص لك وحده هنا من هاد لي جولد كوينز اللي عندك. المره الاولى ما جاب لي والو، المره الثانيه هادو اشهارات كيبقاو يطلعوا، غنقدروا نحيدوهم. اذا كيعطيني هنا 23 سنت ديال الدولار. كنسد كيتنقصوا هنا، كنعاود نزيد عاوتاني مره ثانيه او ثالثه، كيتنقصوا عاوتاني 97 وكنبقى. عطاني امشي، فهو كيعطيني بزاف الخيارات اللي تقدروا تكتشفوهم واللي نقدر نشرحهم لكم رابيدمون. ماشي مشكل، كيعطيني جوج مرات ثلاث مرات امشي، ولكن كيعاود يعطيني السعر. هنا كيبداو يجمعوا الدولارات ديالي هنايا بطبيعه الحال. عاوتاني عطاني الكاش بيان سور، عطاني هاد المرة 30، وبالتالي ولا عندي ناس في الدور في قل من جوج دقائق. كنعاود عاوتاني وهكذا دوالي. عطاني كاش مرة أخرى. من غير الكاش شنو كيعطيني؟ كيعطيني بعض الحظوظ باش ندخل للسحب اللي كيكون هنايا.
اللي هو فيه 6000 دولار غتقسم على هذا العدد ديال الناس اللي كاين هنا، بون 10 مليون ولا 7 مليون حسب شحال الدار ديال الوقت، في 5 السوايع غيدير هذا. انا ملي كنربح تيكيتا بحال هاد التيكيت هادي او كنربح هاد الجوكر ثلاث مرات، فانا كنضاعف حظوظي باش ندخل للسحب. ملي كندخل للسحب كنقدر يجيني بطبيعه الحال واحد المبلغ كيتزاد لي في البالونس ديالي اللي هو هذا. من غير هادشي هاد 93 اللي غتولي من بعد 90 وغتولي 80 وغتنقص، كيفاش نديرو باش نطلعوها؟ باش نطلعوها كاين ثلاثه سميتو الطرق او اربعه. الاول حاجه هي الريفيرنس، الا دخلتي هنا الريفيرنس غتلقى واحد الرابط اللي هو ديالك انت بوحدك كتقدر كتسجل به. الا جا شي واحد تسجل به فيزيتور كتاخذ وحده، الا دخلت تسجل فعل الايميل كتاخذ، الا تفيريفا الايميل كتاخذ 20 كوين جولدز. دونك الا الا غير كليك على الرابط ودخل كتاخذ وحده مباشره، الا تسجل كتاخذ 5، والا فيريفا الايميل ديالو كتاخذ 20. الطريقه الثانيه وهما لي زوفرز، هما هاد لي زوفر اللي كيكونوا هنايا اللي كتقدر تدخل ليهم وكتعمر اوفر كتكون فيه تيليشارجي شي لعبه او دير واحد السيرفي اللي هو واحد استطلاع راي او كذا الى اخره، فكتقدر تاخذ هنا هذاك تعطيك 85، هذيك تعطيك 100، هذيك تعطيك 100 الى اخره. كاينه الحاجه الاخرى هي لي ديوال، لي ديوال كتقدر انك تدخل كتلعب مع شي واحد ورقه حجر مقص، كنقولوا بالدرجه ديالنا، كتلعب معاه على وحده او على جوج او على 10 الى اخره. بحال دابا هذا هنا باغي 5، كنسدوا الاشاره ملي كيطلع لنا كما قلت لكم مره هذا لاعب على 5، كتكليكي هنا كيقول لك واش ورقه ولا حجر ولا مقص. كدير هاد الجيم كان ديزاداز، الا كان باقي غيبا عندك واحد الشيء غيبقى داكشي كيتحديد ديالو بصفه مستمره. الا كان باقي مثلا دابا هذا لاعب على وحده، غنجي هنا غندير روك، الا ربحتو غتبان عندي خضره، انا ربحتو حيت هو دار مقص وانا درت سميتو الى اخره. هنا كيتزاد لي كان 93 ل 94. هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه هي انك تقدر تكليكي هنا ملي كتولي عندك زار، ثم كتجي هنا كدير ريكويست 25 وحده، يعني صافط لي يعطيني 25، كتسنى ساعه من بعد كتبان عندك. دونك كاين الريفيرال وكاين لي زوفر وكاين لي ديول وكاين هذه الطريقه هذه انك تطلب 25 وحده، من بعد ملي كيجيو كتعاود ترجع هنايا، كتعاود ترجع للويلد وكتبقى تلعب وهذا الشيء كيبقى يطلع. دونك كتبقى تاخذ وقتك اللي غتبقى تضيعو في حوايج اللي غير مفيده. ممكن انك تدخل هنا وتبقى تجمع، تقدر في سيمانه او في 10 ايام زعما توصل لحد الادنى للسحب اللي هو 100 دولار وتسحبها. السحب كيفاش كيكون؟ هو انك تكليكي هنا وكما شفتوا في الاول ديال الفيديو فالموقع صادق وفيه السحب كيدوز مباشره وبطريقه صحيحه ما فيها لا خداع لا والو. دونك هذا اشاره غنحيدوه، غنجيو هنا كتلقى عندي 0.88 في البالونس ديالي. ملي كنوصل ل 100 اولا الا بغيت 200 اولا بغيت 300 حسب شحال عندي في الكونت ديالي، كنقول لي السحب سواء بالباي بال سواء بالبيتكوين سواء بكاع الطرق اللي نتوما كتعرفوا ديال الاداء الالكتروني. دونك الموقع صادق والموقع ما فيهش شك، وانا عندي كونت اخر فيه واحد عدد مهم من الدولارات. غادي ندير مسابقه ديال الناس اللي غيبارطاجيو هذا الفيديو هذا، غادي نعطيهم داك لو كونت اللي هو قريب من السحب، غنعطيهم داك لو كونت لوغين وباس ديالو يدخلوا يسحبوا منه مباشره في الباي بال ديالهم، او غندير انهم اللي غيوصل ل 100 دولار غنصيفط لهم مباشره الفلوس للباي بال ديالو، وغندير سحب في فيديو من الفيديوهات القادمه. الى عجبكم الفيديو ديروا لنا لايك، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، الا كنتو ما مشتركينش في القناه مرحبا بكم. كانت هذه نهايه الفيديو، حتى نراكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله.